انطلق ملتقى الطاقة السنوي الخامس الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه الشارقة بمشاركة 100 شركة عالمية ومحلية وبحضور 300 من المتخصصين والمهتمين بشؤون الطاقة. ملتقى الشارقة السنوي الخامس للطاقة ناقش سبل مواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة ووضع الحلول الذكية والخروج بالتوصيات التي تسهم في تقديم القطاع ومواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وأنماط ترشيد الاستهلاك المستقبلية لتشجيع المستهلكين على تخفيض الاستهلاك خاصة في فترات الذروة. احنا نلتقي في هذا المؤتمر بهذه العقليات بهذه الثقافات، سبقتنا الحقيقة بعضها بالكثير، بعض الشركات تجاوز يعني من مشاركة عمرها أكثر من 150 سنة في هذا المجال، فما في شك وجود هذه الشركات معنا احنا ومع الآخرين كذلك، يكون هناك نوع من يعني التواصل الحضاري، التواصل المعرفي، التواصل المهني التقني، وإلى الأمام إن شاء الله دائما احنا نطمح دائما بالتميز. في بداية الملتقى استعرض أكثر من 10 مدراء إدارات من هيئة كهرباء ومياه الشارقة أبرز الإنجازات والمشروعات التي حققتها الهيئة خلال عام 2018 والمبادرات التي أطلقتها لتأهيل وتدريب الموظفين والخدمات الذكية ومبادرات المسؤولية المجتمعية. كما احتوى الملتقى عدة جلسات تؤسس لرؤية أفضل لمستقبل إدارة الطاقة والشبكات وإدراك أشمل للتحديات القادمة والاعتماد على الابتكار لتنويع مصادر الطاقة والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها إمارة الشارقة في هذا المجال. تأتي مشاركتي اليوم في هذا المؤتمر لعرض أهم الحلول الرقمية التي وصلت إليها الهيئة التي تخدم فيها عدة فئات في المجتمع وتسهل عليهم استخدام الخدمات الذكية وأيضا منها أيضا استخدام الموبايل أبليكيشن واستخدام عدة حلول أخرى. وعلى هامش الملتقى نظم عدد من الشركات بلغت 35 شركة في مختلف مجالات الطاقة والمياه معرضاً لأحدث الأجهزة والأدوات المرشدة للطاقة والمياه. ملتقى الشارقة السنوي الخامس للطاقة يناقش أهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وأنسب الحلول الذكية وسبل مواجهتها. لأخبار الدار فايزة الضنحاني.